تقام مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في رحاب الحرم المكي في دورتها 39، والتي يشارك فيها العديد من حفظة كتاب الله الكريم من جميع الدول العربية والإسلامية والأقليات المسلمة. لا شك أن مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 39 أهمية كبيرة لدى شباب العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي. المسابقة يشارك فيها جميع قارات العالم الإسلامي، وجهت الدعوات إلى 120 دولة تقريبا، جميع دول العالم. الحمد لله 81 دولة يشارك معنا في هذه السنة و 121 متسابق. المسابقة الحمد لله خصت بمزايا كثيرة، أنها حقيقة من أقدم المسابقات في العالم، كذلك جوائزها ومكافآتها زيدت في هذا العام، وهذه نعمة كبيرة. ليس بمستغرب على المملكة العربية السعودية بقيادتها المباركة التي تدعم القرآن الكريم وتشجع الشباب والنشأ على حفظ كتاب الله عز وجل. الحمد لله المملكة سباقة، بلاد الحرمين وبلاد القرآن الكريم، وهذه حقيقة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكلت لها هذه المهمة، وإننا حقيقة يعني نشعر بالفخر والاعتزاز أننا نكون مع أهل القرآن وفي خدمة أهل القرآن. هؤلاء يعني حقيقة أجلهم الله عز وجل، فواجب علينا في المملكة أن نجلهم، والحمد لله هذه الإمكانات الكبيرة، التغطيات الإعلامية والجهود التي حقيقة يبذلها رجال الوزارة ورجال الإعلام، هي حقيقة مؤشر إيجابي إلى اهتمام هذه البلاد المباركة بالقرآن الكريم. وإننا يعني حقيقة سعداء بهؤلاء الشباب الذين هم معنا، وإن شاء الله أننا يعني نوفق لخدمتهم. الحقيقة هذه المسابقة القرآنية لها أهمية بالغة، فهي تظهر الوجه المشرق والجانب المشرق للمملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله جل وعلا وفي خدمة حفاظ القرآن الكريم، حيث تستقطب هذه المسابقة حفاظ كتاب الله جل وعلا من كل أنحاء العالم، وتستضيف المملكة العربية السعودية وتقيم لهم هذه المسابقة التي تعد واحدة من أقدم وأقوى المسابقات القرآنية، لما تتميز به من مكتسباتها ومخرجاتها العلمية العالية ومكانتها المرموقة في أوساط المسابقات القرآنية. أصبحت هذه المسابقة القرآنية السنوية من الأحداث المهمة التي يترقبها المسلمون في كل عام، ويشترك فيها المئات من أبناء المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. حسبي الطيب بن البيشير، دولة بريطانيا، مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في بريطانيا. ما هو شعورك وأنت تشارك في مسابقة للقرآن الكريم في مكة المكرمة؟ هذا شعور كل إنسان يفرح بهذا، وشعور كل إنسان يسعد بهذا، فأنا سعيد بهذه الزيارة لأول مرة أزور هذه البلاد، وزرتها الحمد لله عن طريق القرآن، عن طريق العلم الحمد لله، التقيت مع أهل العلم وأهل القرآن وفي البلاد الطاهرة الحمد لله. هذا شكل هو وحده فوز ونجاح. مسابقة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية وبجوار الحرم، كنت مشتاق أشارك في هذا الحفل الكريم. الحمد لله ربنا وفقني، أنا شاركت وقرأت الحمد لله جيدا. تظهر المسابقة جانبا مهما مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من جهود بارزة في العناية بالقرآن الكريم، رعاية وبذلا وتعليما وتلاوة وحفظا وتجويدا وتفسيرا، ليتسنى لأبناء المسلمين تأدية واجبهم العظيم تجاه دينهم وأوطانهم، ليصبحوا قدوة إيجابية لغيره. في دورتها 39 تقام مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في رحاب المسجد الحرام بمشاركة 120 طالبا من 81 قارة من مختلف قارات العالم، حيث تميزت هذه المسابقة بارتفاع مستوى الطلاب فيها والمنافسة الشريفة للفوز بجوائز المسابقة. للقناة الثقافية محمد الجعيد، مكة المكرمة.